يقول فضيلة الشيخ الجمع بين صلاة العصر والظهر يوم الجمعة منهي عنه، ولكن إذا كنت مسافر ومررت بجامع وأربط الصلاة مع الجماعة وأنوي بها تطوع ثم أقوم وأصلي جمع الظهر والعصر في نفس الجامع، فهل تصح صلاتي هذه جمعا وقصرا في سفرك فريضة؟ إذا نويت الظهر تجمع مع العصر، إذا صليت خلف الإمام اللي يصلي الجمعة نويت الظهر لأجل تجمع معها العصر لا بأس بذلك.